في عام 2011 خرجنا بالمظاهرات تطالب بالحرية، تطالب بالديمقراطية لإسقاط هذا المجرم السفاح، المجرم بشار الأسد. ما زلنا مستمرين بمظاهراتنا. الآن الشعب السوري من جميع المناطق السورية التي تهجر من مناطقه، من ريف حماة، من ريف حمص، من حمص، من الشام، من حلب، كله الآن يخرج في مظاهرات يقول لا لانتخابات بشار الأسد، لا شرعية لبشار الأسد في سوريا.